بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز معالي الوزيرة نائلة نويرة القنجي أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشهد العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية الشقيقة قفزات كبيرة، خاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، حيث يتعاون البلدان في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، ويمثل قطاع الطاقة أحد أهم محاور هذا التعاون، خاصة مع التحولات التي يشهدها القطاع عالمياً في مجالات الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من إجراءات مثل مهمة كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها. واليوم نحتفل بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة وترشيد الطاقة بين البلدين، يؤمل أن تكون خارطة طريق في هذا المجال الذي بدأ ينمو في العالم، خاصة أن تبادل الخبرات الفنية والتقنية والأنظمة والتشريعات يختصر على البلدين الجهد والوقت ويعزز النجاح المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. سموكم الكريم صاحبة المعالي، نأمل التكرم بالتقدم إلى منصة التوقيع. سموكم الكريم، نستأذنكم في التقاط صورة تذكارية. على غير ما هو منظم من الزميلات والزملاء المنظمين للمناسبة هذه، وجدتها من الصعب جدا أن أكون في هذه الفرصة الأولى في أن أحظى بشرف مقابلة معالي الوزيرة أختنا نايلة، وهي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
زميلة مشهود لها بالخبرة والمهنية العالية، وهي أيضا تنتمي لعائلة معروفة في تونس، وقد أفاجئ الجميع في معرفتي بتونس وأهل تونس، فلي في تونس إخوة وأخوات وأصدقاء وأصدقاء عائلة وصديقات لعائلتي. زرت تونس وأنا عمري 13 سنة، وكتب لي أن تجولت في كافة مناطقها في ذاك الوقت، وكان التشريف أبلغ لي لأني كنت في معية مولاي خادم الحرمين الشريفين ووالدتي رحمه الله. ولا أعرف أني كرمنا في الحمد لله، نحن كسعوديين وسعوديات نكرم في كل مكان، لكن ستبقى تلك الزيارة في ذاكرتي مليئة بالصور ومليئة بالذكريات الجميلة ومليئة بالمفارقات، فهي كانت صادمة لي في التعرف على اللهجة التونسية، والصادمة لي في التعرف على المآكل التونسية، لكن المبهجة لي للتعرف على الشخصية التونسية. هذه الشخصية التونسية التي كانت هي جزء من حضارة أو عدة حضارات. هذا الوطن الصغير هو كبير بحضاراته، وكبير بتنوع، وكبير بثقافاته، وكبير باحتضانه لكثير من العرب الذين كان يوم من الأيام لا مأوى لهم، فكانت هي الحاضنة رغم صغر سعتها، لكن ما يعوض عن صغر سعة المساحة هو سعة قلوب التوانسة. ننسى كل شيء، لكن لا ننسى أنه جاء أول جامعة عربية كانت في القيروان، وهي شاهد حاضر قائم وسيبقى إن شاء الله ما بقيت تونس، وهي ستبقى إن شاء الله. تونس هي أفضل وأكبر مصدر للعقول البشرية، ونراهم في كل مكان، في الدول العربية وفي أوروبا، أطباء ومهندسين وخبراء. فهذا الوطن الصغير كان جامعة لشعب طموح. ما نأمل في المملكة كمواطنين ومواطنات وكحكومة أن نشعر أخواتنا وأخواننا التوانسة أنهم امتداداً لنا ونحن امتداداً لهم، فيعيب علي أن أذكر لمعالي الوزيرة أو صحبها في أنه رحب بهم في بلدهم الثاني، بل هو بلدهم الأول. وكما نشعر إحنا في كسعوديين أن تونسي أيضاً امتداداً لبلدنا الأول. ما نسعى إليه كحكومة الآن هو أن نكون كما كنا وما سوف نبقى عليه، بأننا دولة تعين وتساعد وتدعم كل دولة عربية لها تطلعات مستقبلية، خصوصا وإن كان لنا إمكانية المساهمة في ذلك. ما نسعى إليه مع تونس هو أن تكون
بيننا تعاون ليس في هذا المجال فقط وحتى في هذا المجال، هي بداية أو انطلاقة لشيء أكبر وأهم. ونعتقد أن فرص التعاون بيننا وبين تونس في مجالات عدة ستكون أيضا كبيرة ومبشرة. لم يكن للمملكة السوابق في تعاون مع دول إلا كانت إما لتقديم ممكنات إضافية أو تعزيز قدرات أو توفير فرص يمكن، ويحسب الحمد لله لهذا البلد أن كل برامجها التعاونية مع كثير من الدول أنها ليست مرتبطة بأهداف ومقاصد سياسية أو أهداف ومقاصد أيديولوجية أو ارتباطات بأي مناحي أخرى تخرج هذا العمل التعاوني من الأصل وتذهب به إلى مناحي أخرى لا يراد لأي بلد فيها إلا زيادة في الخراب أو زيادة في السيطرة والهيمنة. لا نعتقد أن تونس يمكن أن يسيطر عليها أحد في البدء، ولا نعتقد أن تونس لن يكون فيها من فيها من الأخيار الذين سيعرفون كيف يتعاملون مع أي تدخل أيا كان هذا التدخل. فهي تمتلك من القدرات والممكنات والتجربة، تجربة تونس التاريخية مرت بها حضارات متعددة من فينيقية إلى بيزنطية إلى رومانية إلى كل أنواع الثقافات المتعددة، ولكن التوانسة عرفوا كيف يحافظوا على هويتهم وعرفوا كيف يحافظوا على شموخه، وهذا الشموخ ما زال قائما وهذا الشموخ سيبقى إن شاء الله خير. شكرا. كل الشكر لسمو الوزير. كما قال الشاعر محمد الباجي المسعودي: حيا نسيمك حتى كاد يحييني، يا تونس الأنس يا خضر الميادين، سقى ربا تونس الخضراء وساكنها سحب من السعد ترضيهم وترضيني. انتقل الآن إلى كلمة معالي الوزيرة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، فلتتفضل. صباح الخير صاحب السمو الملكي، أنا باش نتكلم من القلب. سعادتكم أبهرتوني وشرفتونا بكلامكم. في الأول خليوني نقول كم يسعدني أني نتواجد في المملكة، وفي البداية أتقدم بجزيل الشكر لصاحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله، سيادتكم صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود. قدمت من تونس وأول مرة جيت للمملكة السعودية، لكني شعرت كأني نعرفها على طول. الحقيقة قدمت في إطار مؤتمر يشرف العرب أنه ينتظم أول مرة في المملكة السعودية مؤتمر مستقبل المعاد، ولا يفوتني بالمناسبة أن أهنئ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السيد بندر إبراهيم الخريف على البادرة الممتازة اللي تبين
أهمية قطاع المعادن. لكن اليوم شرفي كبير أني إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود يكون لي شرف توقيع كوزيرة أول اتفاقية في مجال الطاقات المتجددة والتكافؤ الطاقي والترشيد الطاقي. سيادتكم تعرفوا أن مجالات التعاون بين المملكة السعودية وتونس هي مجالات متعددة، لكن مهم جداً أن نرتقي بها إلى مجالات لابد أن تخدم أجيالنا إلى الغد. سيادتكم كنت تفضلت في كلمتكم منذ حين، قلت أن تونس عبر العصور تطورت، تطور تونس يخليها هي دائما منفتحة، ومنفتحة على أشقائها على أخوتها وعلى أصدقائها. واليوم برهان أنه لابد أن نشتغل ونعمل مع بعضنا من أجل مزيد توطيد هذه العلاقات. أفهمتوني بعبارات الشكر لبلدي، وأنا في المقابل نقول هذا مش غريب من صاحب السمو الملكي ومن بلد كما السعودية، أرض معطاءة، أرض الإسلام، أرض مكة والمدينة. وهذا ما ينجم يجد كان يزيدنا في ثقة للمسؤولية. مسؤوليتي اليوم ثقيلة لكنها ممتعة، لأنه لابد أنه منذ عودتي إلى تونس أنه نشتغل على تنفيذ كل ما جاء في بنود هذه الاتفاقية. هي بنودها ترتقي بنا إلى أنه يكون فما تعاون مبني على التكافؤ، مبني على الفرص إن شاء الله اللي باش تكون كبيرة في مجال، احنا بدينا في مجال الطاقات المتجددة صاحب السمو الملكي منذ سنوات، لكن اليوم عندنا خطة نتمنى أنه واستراتيجية تم وضعها، ونتمنى أنه يكونوا في إطار شراكة مع أخوتنا ومستثمرين من السعودية وممولين من السعودية لإنجاز هذه المشاريع، سواء في مجال الهيدروجين، ونعرف اللي السعودية قدمت في شوط مهم، وإحنا إن شاء الله معناها بصدد إنجاز استراتيجية في هذا المجال، ونعمل أنه يكون فما تكامل. والاتفاقية هذه إن شاء الله باش تفتح لنا معناها أبواب التكامل ما بين بعضنا. كذلك في مجال التنقل الكهربائي، وإحنا معناها في آخر الأيامات كنا أرسينا برنامج لاستعمال السيارات الكهربائية، وإن شاء الله هوني يكون زادة تكامل وتعامل مع بعضنا. كل الميادين، سواء المعادن، سواء الطاقة، سواء الصناعة، سواء المجالات الاجتماعية، الكلها تقربنا، وإن شاء الله مع بعض نبني مستقبل أفضل، ومستقبل معناها مليء إن شاء الله بالنجاحات بتضافر كل الجهود. وأنا متأكدة أنه من الأخوة السعوديين ما نبش نلقاو كان إن شاء الله التقدم المساندة في هذا الظرف اللي نمر به، ظرف بناء جديد لتونس إن شاء الله تكون معناها مستقبلها مزدهر، إن شاء الله معناها أن يكون تطور للعمل العربي المشترك في ظل كل البرامج اللي قاعدين توضع فيها معناها سيادة الرئيس وسيدة رئيسة الحكومة، وإن شاء الله مع بعضنا إلى الأمام لبناء مستقبل أحسن لكل شعوبنا. وشكراً.